لما جينا فكرنا في المسلسل ده الاول كان بطريقه مختلفه، ما فكرنا من 5 سنين كان قلت لمريم طب احنا هنعمل كذا حدوته وهنعمل مسلسل منفصل او يعني فكرت ان نعمل 3 حواديت كل حدوته 10 حلقات بس الابطال مشتركين. وبعدين قعدت مع المنتج وقال لي لي لا، وبعدين رحنا النجم ما مش هقول اسمه نقول له تلعب شخصيه كذا هتبقى بطل في 10 حلقات وهتبقى موجود في 10 التانيين. فقال بس انا يعني طموحي ان ابقى في رمضان موجود في 30 حلقة يعني كده انتوا يعني لا انا هعرف اعمل مسلسل تاني ولا هبقى موجود. فأدى عدم حماسه يعني، وبعدين اكتشفت انه عنده حق. يعني ممثل لما يكون داخل على سيزون زي رمضان وعايز يعني يبقى موجود هيتضايق يعني لو موجود من 1 لـ10 وين خلاص كده انا يعني حاجه مش مشبعه لطموحه كممثل. اكتشفت ان عنده حق، مع العلم انه كمان الجمهور ممكن ما يعني شغفه بالاشياء ما يبقاش زي مسلسل متصل 30 حلقه.